السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم متواجدين احنا في منطقة كاشوستو في مجمع راقي، في منطقة حيوية جدا. احنا الان متواجدين في الساحة الخارجية. لو تلاحظ الساحة الخارجية كمان لها اطلالة جيدة على البحر وعلى الطبيعة. مجمع متكامل في خدمات، منها اذكر لكم الجلسات العائلية ولعب الاطفال، وعندنا ملاعب رياضية للجهة الخلفية. المجمع ما شاء الله تبارك الله ايضا موجود فيه مساحات خضراء، بالاضافة الى مواقف السيارات المغلقة والمفتوحة. عندنا اليوم شقة 3 غرف وصالة بمساحة 170 متر مربع. في الدور الاول لها اطلالتين، اطلالة طبيعة واطلالة بحر. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل كاملة عن الشقة فوق. موجود في كل البناية زي ما انتم شايفين، مصعدين، مصعد يسار ل8 أشخاص، مصعد يسار ل6 أشخاص. نطلع مع بعض نديكم تفاصيل كاملة عن الشقة في الدور الأول. وصلنا للدور الأول زي ما انتم شايفين، في كل بناية موجود مصعدين، مصعد يسار تقريبا إلى 8 أشخاص. كل دور برضو موجود 3 شقق، شقتين جانبية وشقة وسطية. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل هذه الشقة. شقة 3 غرف صالة بمساحة 170 متر مربع. يمينا على طول الصالة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله مساحة الصالة، مساحة كبيرة حلوة. تقريبا نقدر نقول 8 4، يعني تقريبا 32 متر. واجهة الصالة إطلالة على الطبيعة، إطلالة رائعة جدا ما شاء الله تبارك الله. من الصالة في مخرج للبلكونة زي ما احنا شايفين. البلكونة هذه كبيرة ما شاء الله تبارك الله، تقريبا 2 متر في تقريبا 8 أمتار. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ وغرفة، إطلالتها أيضا على الطبيعة وعلى البحر. المنطقة اللي فيها الشقة هذه والمجمع منطقة اسمها كاشوستو، منطقة حيوية ومعروفة إنها مقابل جواهر مول. منطقة مخدومة بكل الخدمات من مواصلات وسوبر ماركتات وجامع، وكل الخدمات متوفرة. نكمل تفاصيل الشقة. نطلع من الصالة نتوجه إلى المطبخ. زي ما انتم شايفين هذا المطبخ دواليب رائعة وجاهزة، نوعيات جيدة فاخرة بنظام هيدروليك. وزي ما قلت لكم في البلكونة انه البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة والغرفة، في مخرج البلكونة من المطبخ. مدخل الشقة من هنا، الممرات كلها سيراميك نوعية جيدة وفاخرة. نجي هنا على الغرفة الأولى. مساحة الغرف جيدة، ما نقدر نقول لها كبيرة ولا صغيرة، تقريبا 3 3.5. وبخرج البلكون أيضا من هذه الغرفة. نطلع من الغرفة الأولى يسارا على طول بنت الكرامة، دورة مياه أولى بنظام عربي. بجوار دورة المياه الأولى دورة مياه رئيسية تابعة للشقة ككل، نظام الورورش، نظام جاكوزي. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية أيضا لها مخرج البلكونة، يعني عندنا غرفتين والمطبخ والصالة، 3 مخارج للبلكونة. نتوجه أخيرا إلى غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية، مساحتها جيدة، نقدر نحط فيها دولاب وسرير وإطلالتها على الطبيعة، ولها أيضا دورة مياه خاصة مكتملة
ومروش وكلوزيت ومغسلة. هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.